دكتور وليد، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. اليوم موضوعنا كيف منختار الفراش المناسب يلي نحن منساكته كتير ومننسى وين نايمين وعلى شو نايمين. أوقات منوهم حالنا أنه نحن مرتاحين وبيكون الفراش غير مناسب أبدا. وبدي قبل ما نبلش الحديث مع حضرتك ذكر كل أصدقائنا المشاهدين اللي بحب يتواصل معنا مباشرة على الهواء. دكتور وليد موجود معنا بستديوهات يوم جديد، الرقم بعد شوي بيقطع مباشرة قدامكم على الشاشة. دكتور، كيف منعرف أنه هيدا الفراش أو الفراش مناسب لألنا حتى لو كنا عم ننام يمكن على فراش مرتاحين وما يطلع هو المناسب؟ أول شيء صح، بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه بال 24 ساعة اليوم الكامل اذا بنقسمه على اجزاء طبيعية فينه 8 ساعات جزء منه هذا للنوم للراحة. نعم. وهيدا نحن بمعدل الانسان بحياته المعدل بينام 27 سنة و6 اشهر كم يوم، هود بعديهم نايم فيه على التخت. بقى ثلث عمره نحن مقضيه على الفريش. إذا هذا الفريش ما كان ملائم لصحتنا ولظهرنا وللعمود الفقري أكيد رح نعاني من مشاكل، واكيد رح يعمل لنا وجع ظهر ووجع رقبه وهالشغلات. كيف نختار الفريش مناسب؟ كثير انديفيدجوال، يعني شغله ما في شخصين بيتفقوا على نفس الفريش، يعني كنفس النوعيه، لان كل شخص شكله، حتى الكابلز اذا كل واحد عنده وزن شكل، فكثير مهم نحن نعرف كيف نختار الفراش حتى لما ننام عليه يكون مريح لظهرنا للعمود الفقري بالاخص للرقبه. طيب هون بين هلالين دكتور، عفوا على المقاطعه، سؤال ممكن يكون نايمين ومرتاحين وماشي حالنا ويطلع هيدا الفراش غير مناسب لظهرنا؟ هلا ببين معنا، بنحس انه بس على بكره نقوم شوي متعوجين او مش مرتاحين، اذا فقنا على بكره مرتاحين اكيد الفراش مناسب. يعني لو ناخذ مقياس بين 0 و10، 0 كثير طري و10 كثير قاسي، المفروض تكون الفرشه بين 7 و8. يعني ميل اكثر للقساوي من التراوي. هلا نحن في صور رح نبلش فيهم، قال لي عنهم شربي، قلت له يلا لنطرح السؤال على الدكتور. رح نبلش اكثر. اوكي، اذا بنطلع هذا على الجنب بنشوف انه لانه عندنا انحناء طبيعي بالجسم، هذا الفريش طبيعي جدا لانه معبيه الفراغ تحت الاضلاع والورك نازل شوي مرتاح منه مكبوس، والرقبه والاجرام جاي بشكل جالس كلهم، يعني اذا بناخذ خط على عمود فقري بنلاقيه جالس جدا، وهذا الفريش مريح شوية تراوي حتى يعبي الفراغات الطبيعية بالجسم كانوا على الظهر ولا على الجنب. نعم. إذا بنروح الصورة اللي بعدها، طيب هذا قاسي، إذا تشوفي ما نزل الورك بالتخت بالفريش ولا الكتاف، صار مطرح النقط الحمر، هودا بيعطوا ضغط على المفاصل، بنقع بكره بجعنا وركنا او بجعنا كفتنا اذا نايمين على الجنب لانه في ضغط، يعني ما بيغرقوا، ما بياخذوا هلا الرياحة بالفراشة، عم بيضغطوا وزن الجسم عم بيكون على هالنقطتين بالذات أو ثلاثة. نعم. هودي وإذا بناخذ فريش طري كثير بنشوف بالصورة آخر وحدة، بتلاقي نزل كله العمود الفقري عمل مثل انكلينيشن، يعني أخذ بعد ما يكون العمود الفقري جالس صار كله نايم ميل نزول، هذا كمان بيعطي ضغط على العمود الفقري والرقبة. سو كثير مهم انه تكون مثل اول صوره التخت منه قاسي كثير بس منه طاري، يعني اعطونا نتيجه للقساوي اكثر من الطراوي بالفراش. دكتور، نحن بدنا نذكر كل اصدقائنا المشاهدين اذا بتحبوا تتواصلوا معنا تطرحوا اي سؤال فيما يخص اوجاع الظهر الرقبه على الدكتور، بعد في صور شربل. طيب بنخلص الصور بنرجع بنحط الرقم. هذا مثل ما قلنا تو سوفت، يعني بيكون كثير، يعني هذا اللي كنت طري كثير الفريش، شوف كيف نازل الجسم، كما اذا بناخذ طلع على العمود الفقري تلاقيه صار بشكل منه جالس. سو كثير مهم انه هيدا اكيد لا. هيدي الصوره كمان تفرجينا انه قد ايه نحن كيف العمود، يعني كل برمات او كل انواع الفراش كيف تكون بين طري وبين القاسي نفس المبدا. نعم. بقى هذا بيأثر، بيعطينا وجع ظاهر، بيعطينا وجع رقبة، بيعطينا تشنج عضلات، بيحط ضغط على المفاصل، بيعملنا قلق بالنوم، ما بنرتاح، كل شوي نقول من ميل لميل، بيجاني كتفي، بيجاني وركي، لأنه التخت منه مريح. هلا المشكلة بتخلق دكتور لما بيكون في كوبل، الزوجين نايمين على زيت الفرشة مثلا، هي عم بتريحها الفرشة هو ما عم بتريحه، أو بالعكس. هون شو ممكن يعملوا؟ هون اليوم دائما يعني في وزن، في تفاوت بالوزن اذا بين الرجل، يمكن يكون الرجل وزنه 100 كيلو والزوجه وزنها 60 كيلو او بالعكس او بالعكس. اليوم في الحل الافضل لهودي
كابول يجيبوا فرشتين حد بعضهم. يعني في اليوم فيك تجيبي ماتريس تكون مقسومه بالنص او فتخ ثاني يجمعوا حد بعضهم، لانه قد ما نبدل، هلا بنحكي عن كيف تبديل الفرشه، قد ما نبدل الفرشه رح يكون في تفاوت بالوزن، وهي التفاوت رح يعني مش بس رح ياثر على على رح يعني يضغط من ميل ويعلي من ميل والعكس صحيح. فكمان هيك فين يختاروا فرشه او فرشتين حد بعضهم. هلا اذا ما في امكانيه ليجيبوا فرشتين او تختين، في يجيبوا انهايسر بتنحط فوق الفرش، فوق الفريش، يعني مثل هي طبق مثل كفر في قطن بتلبس، عارف كيف على نص، يعني بيحطوه على الفرشه بيلبسوا فيه الفرشه بالضبط. في انه بيجي نص كمان في تلبس على نص التخت، نعم. يعني بيستعملوا، بشوف يلي بيستعملوا الرجل لما بيخفف شوي كمان من ضغط الفريش او بياخذ بيمتص شوي من وزنه حتى عش يصير فيها التفاوت بالاكيليب. شغلة مهمة ما أنا لعبة طبعا. ايه اكيد، يعني الواحد يقوم الصبح تعبان منه مرتاح، لا بيعرف يشتغل مزبوط، لا بيعرف يفكر مزبوط، لا بيعرف يمشي مزبوط، بحس فيه صح. أنا كتير بيجينا مرضى بيجع ظهره ما عندها لحد السيارة، لو وقع لحمل شتيل بسألهم بيقولوا ليه التخت تبعنا كتير طري. يعني واليوم الناس معودة أو الأفريج بيخلوا الفريش عندهم بين 8 وال 15 سنة. ايه يعني هل قد ايه 8 سنين او 15 سنه؟ بين 8 و 15 الافرج، هي الدراسات بتقول، لانه اليوم اليوم العالم في على فكره ما في شيء اسمه فريش طبي. يعني هلا عم بتوضح دكتور نقطه كثير مهمه، لانه في كثير بيقولوا لك انا ما بنام على حيلا فريش بالضبط، انا بشتري فريش طبي. ما في شيء اسمه فريش طبي، لانه كل شخص فريشه بيختلف عن الثاني. نعم، يعني شخصين بيستعملوا نفس الفريش، واحد بيكون له مريح والثاني منه مريح، بيكون طبي وسعره بالالوف الدولارات، عرفتي كيف؟ وهذا مضمون على 25 سنه. ما في شيء اسمه فريش طبي، اكيد ما بنركض على الفرشه الرخيصه، مش عم بحكي رخيصه بالسعر، رخيصه بالنوعيه، بدنا تكون استثمار كثير جيد بالفريش، بس ما في شيء اسمه فريش طبي. اوكي. ببلاد برا كنا نفوت على محلات مفروشات تلاقي العالم نايمه ملقحه على الفريش لتشوف اذا بريحها تشتريها بالضبط، وهن بيسمحوا لهم يعني هلا هون نحن عيب يعني، ولا ممكن تفوت على جاليري تلاقي حدا هيك مثلا انا بدي اشتري قال نمت، يعني بيقولوا حرام بهالشيء بعقليتها، هون ما بيعطوا مشي الواحد يختبر. بس ما بيمنع الواحد يقعد على الفريش ويرجع ظهره ورا شوي دقيقتين، بس دقيقتين كيفيه الدكتور للواحد يعرف اذا الفرشه مريحه؟ يعني انه بيعطوه فيلينج عند على الفريش، جربوها معلش يعني، ما تركضوا على الشيء لانه اسم براند وغالي وسينيه وشريت، لانه مش منا شرط انه تكون مريحه، منا شرط انه تكون صحيه او طبيه زي ما بيقولوا. نعم، نحن بدنا نذكر اصدقائنا المشاهدين دكتور لو سمحت، كلنا ناطرين اتصالاتكم يا اصدقائنا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وخارج لبنان، اوجاع رقبه، اوجاع ظهر، اوجاع عمود فقري، اختيار الفرشه المناسبه، ما الى هنالك دكتور ابو دهن جاهز للاجابه عن كل تساؤلاتكم. دكتور بتفرق بين الزلمه والمراه؟ يعني هل ممكن المراه لانه بيقولوا جسمها اضعف تتاثر اكثر بفرشه منا مدروسه اكثر من الرجل ولا ما خص؟ على دون شكل وزنه خفيف مشكلته اهون مع الفريش، لانه بجسمه بتكيف معه. ايه بس نحن قلنا انه ما في، يمكن المراه هي الوزن الثقيل. مزبوط، يعني نحن هيك كوزن. هلا كثير مهم انه نقلب الفرشه. يعني نقلبها كل اسبوعين. كل اسبوعين نقلب الفرشه؟ نقلبها على بالقلب، يعني نبرم برمه كامله ونرجع نبرمها الفريش. يعني اذا نعتبر انه الفريش، يعني قصدك من فوق نحطه تحت، اذا الفريش ومن هيدا تحت نحطه فوق نبرمه هيك. ايه؟ نرى نبرمه هيك لانه وزن اوكي. الجسم بيكون تقريبا بثلثين يعني بالنص ونزول، اذا قلبناه بعد الضعف هون، اذا برمناه للتخت عملت شفت لفوق ولتحت، يعني بتتغير. كثير مهم انه لما نقلب الفريش كمان نقلبه بالعكس، هي بيكون عم نخفف، يعني بخلي ما يضلوا الوزن ضغط بمنطقة واحدة بالفريش لو قلبناه. هيدي كل قد ايه دكتور؟ كل جمعتين؟ كل اسبوعين. كل اسبوعين. يعني نبرمها ونقلبها، نبرمها ونقلبها. اوكي، خلينا ناخذ هالاتصال سوا بنرجع بنتابع. الو. الو. بونجور. بونجور. يا هلا، مين معنا؟ معك ريتا. كيفك يا ريتا؟ صبا، كيفك انت؟ الحمد لله، تفضلي. سوري بدي اسال الدكتور كل قد ايه لازم نغير الفريش؟ غيره انه نكبه ونجيب غيره. نعم، شكرا لاتصالك يا ريتا. اوكي، بالنسبه للفريش نحن بنرجع كمان حسب نوعيه الفريش، يعني نعم. اليوم في ناس اذا بده يجيبوا فريش شوي خفيف يعني بالنوعيه ما راح يهدي اكثر من 3 سنين. اوكي، في شغله كمان الفريش، انا شفت بلبنان كثير ناس بيستعملوا الفريش اللي السفنج المضغوط.
ايه بجيبوا سفنج بيقولوا قال بيريح الظهر اكثر. هذا كثير منه المضغوط القاسي كان يكنم على الارض. اوكي؟ يعني كثير مهم انه نحن لما ننام على التخت تاخذ تعبي هالفراغات الطبيعيه. بالنسبه لتغيير الفريش يعني يفضل مش اكثر من 7 سنين، بين 5 و7 سنين. هذا اذا كان نوعيته جيده. اذا كان نوعيته جيده لانه كل 5 سنين 7 سنين لازم يتغير مره. لانه اكثر من هيك حتى الفريش اللي فيه سبرينج فيه رسورات عديد، حتى هودي الرسورات بعد 5 سنين او 7 سنين بده يرخوا. اوكي، جارنتي على 25 سنه بس مش جارنتي رح يضلوا بالنوعيه، يعني هذه الجارنتي بيستعملوها لاشياء ثانيه. على فكره دكتور بيقولوا هلا نحن مش مختصين بالموضوع بس عم بقول لك ما يقال انه قال الفرشه اللي فيها رسورات اكثر هي الانسب للظهر، مزبوط ولا ما بتفرق هون؟ كمان ادفيرس يعني بين شخص والثاني مثل ما قلنا حسب الجسم. اليوم في عندك كذا نوع من الفينكس فينش، في عندك الرسورات، في عندك اللاتكس، في عندك الميموري فوم اللي بتنام بتاخذ الشكل تبعك. كل هذه الفرشات منها الشرط انه هيدي احلى من هي، بترجع للشخص وذاته لجسمه لحجمه لوزنه كيف بينام على جنبه على ظهره، كل هالامور هيدي بتلعب دور. كرمال هيك لازم الانسان يجربها الفرشه انه او يحسها يعني يقعد عليها. إذا قعد عليه ونزلت كثير ما تطرية ما بتسوي له، يمكن يكون نفس النوعية في منها على أقصى، هو بده يشتغل مع المطرح ما بيجيب الفرشة. أو مثلا في فرشات بتنام عليهم دكتور بينزلوا بالنص وعلى ميلتين بيضلوا طالعين، بتحس حالك غرقت يعني. بالزبط. هذا كيف بده يريح رقبة وظهر؟ رح ناخذ اتصال نرجع نتابع. ألو ألو مرحبا. يا هلا، في أحكي مع الدكتور؟ أكيد فضلي. مين معنا؟ صباح الخير دكتور. صباح النور. انا من 3 4 ايام رقبتي كثير عم توجعني وبتنزل على جنب كتفي الشمال، شو بدي اعمل؟ اوكي، رقبتك عم توجعك وبتنزل على جنب الشمال. نعم اوكي. هذه كمان من الاشياء بتصير مع النوم الغلط، اذا بخدي طريه او فرشه طريه. هذا الظاهر انه في عندها ضغط على الفقرات بين الرابعه والخامسه والسادسه وبيضه العصب بينزل على الايد. هيدي مشكله كثير كومن وكثير شائعه، بدها علاج اكيد، لانه اذا تطورت رح توصل لمشاكل الديسك والرقبه. على فكره دكتور بتنصح النام بلا مخده؟ يعني اوقات اذا في فرشه مثل ما قلت قاسيه سميكه ومنيحه. اكيد لا، في كتار بيقولوا لك بلا مخده لشو، ما هو ديجا بيكون الفريش شائلنا. مثل ما شفنا بالصور صح، بده يكون الراس والعمود الفقري كلهم على مستوى واحد هيك، يعني ذات المستوى مستوى افقي. أي. اذا ما في مخده الراس بينزل، ما في فراغ بين الكتف والدينه. بس اللي بينام على بطنه، هلا بينام على هي اساسا كلها غلط نومه البطن من الاساس، يعني رح يرجعوا كل شيء، رقبته رح يرجعوا، ظهره رح يرجعوا، يعني خرب حياته اللي بينام على بطنه. نومه البطن كثير مأزية للظهر. بس اللي بينام على جنبه لازم هيدي الفراغ هيدي تتعبى بالمخدة. اللي بينام على ظهره بده مخدة قليلة بس برضه بده مخدة. اللي بينام على ظهره، إذا بتنام على ظهري بدون مخدة رح يرجع راسك لورا. إذا بدي المفروض يعني بكون في على طول مخدة تعبي الفراغ بين الكتف والدينة أو بين الراس ومستوى الكتف. أوكي، طيب المخدة منه بحبوها كثير عالية ومنه بحبوها كثير واطية، يعني بتحط راسك، شو بتفضل صحياً للجسم للرقبة؟ بدنا مخدة أوكي، إذا نمنا عليها الاعتبار على الجنب، يكون الراس والعمود الفقري تبع الرقبه والعمود الفقري تبع الظهر على مستوى واحد. اوكي؟ اذا بنحط مخدة كثير عالية رح ترفع الراس، رح يصير في عندنا هالشكل هيدا، واذا حطينا مخدة كثير واطي رح يقشط الراس، بصير عندنا هالشكل هيدا بالعمود الفقري. اثنيناتهم مأذيين. بدنا ناخذ مخدة بتكون مستوى الراس والعمود الفقري، يعني اذا حدا نايم على جنبه يسال يلي حدا بالبيت انه يطلع له على ظهره وشوف، لازم يكون الراس جالس مع العمود الفقري. على الظهر كمان ما بيصير تكون كثير عالي، لما بصير بشكل عادين بتاذي، بتحط ضغط على عضله الرقبه، وكثير واطي كمان او بلا مخده رح ترجع الراس لورا. هي ذاتها يعني رح تضر رح تضر كثير. مهم المخده اكيد ما تكون عالي وما تكون واطي، تكون على مستوى العمود الفقري يكون جالس. نعم دكتور، اذا بعدك ذاكر من قديم ما بعرف اذا ذاكر، كان في شيء اسمه الفرشه الحديد، بدي احكي عنها انا وياك، بتكون كلها معموله من حديد. أوكي. فيها كلها حديد من اولها لاخرها، ما بعرف اذا سمع فيها، بس خليني اخذ هالاتصال لو سمحت قبل. الو الو بونجور. بونجورين مدام، فينا نحكي الحكي؟ اكيد. مين معنا؟ مدام سعاده. مدام سعاده تفضلي، الدكتور معك. اوكي. بونجور دكتور. بونجور مدام. دكتور انا بعدني ما تمدي السيستم القديم اللي هو رفاص، يعني في هول الرسورات الحديد وعليهم فرشه صوف. نعم.
هيدي صحية ايه او لا، او غلط استعمالها؟ لانه انا هوليك جربتهم ما مشي حالي فيهم. يعني هو الفريش حد التخت في رفاز وفوقه في فريش؟ رفاز وفوقه في الفرشة. الفرشة قد ايه سمكتها تقريبا؟ يعني شي 8 سم 9 سم. اوكي. اوكي هذا سؤالي مدام؟ نعم. اوكي تكرمي. اذا الرفاز مريح يعني كله متوازن، اذا قعدنا عليه ما بننزل فيه كثير، والفرشة 8 سم شوي شوي قليلة الارتفاع، قليلة لازم يعني تكون، يعني ما بتمتص كل الوزن رح ينزل منها بالرفاز. هلا يمكن فينا نحط شيء بين الرفاز والفرشة بيستعملوه وبتريح، خشب معاكس، خشب خطري يعني مش انه قاس كثير. خشب بينحط وين؟ بين الفرشة والرفاز؟ بين الرفاز، بتعطي شوية سبورت، بتعطي شوية اكيليبريا، ما في ينزل ميل اكثر من ميل، بصير ينزل تحت كله سوا. او كرتوني، كرتوني سميك، كرتونه البراد بتيجي مثلا مغلف البراد، بنحط تحت الفريش، مش راح تبين شكلها مش حلو، بس انه بتعطي شوية دعم. اوكي للفرشة، لو اذا الفرشة 8 سم او 9 سم طرية شوي لتنزل، يعني تنزل بتعمل فيها الكلينيشن 100%. المهم انه ما دام انه نحافظ على مستوى جارس بالضغط، كانه بفرشة 8 سم او 10 سم او 15. 100%. اتصال جديد دكتور. الو الو بونجور. بونجور مدام زينة. سحر. سحر باردون. تفضل، مين معنا؟ ميلاد محفوظ من اللبعة. اي ميلاد، بدي احكي مع الحكيم. ايه دكتور معك. بونجور. اوكي بونجور حكيم. بونجور سي ميلاد. حكيم من فترة من شي 6 اشهر كنت عم بلم بالزيت اذا حطت. نعم. فمن ساعتها صار يوجعني ظهري. نعم. هيك على النص يعني. نعم. رحت تصورت عند الحكيم، قال لي في فقره هيك نتفه صغيره فيها تكلس. نعم. فقام قال لي ما بقدر اعطيك شيء دواء لانه معي ضغط انا. نعم. فقام عطاني جوانت تبع العظم. نعم. او ميسيرول. وبعده بيوجعني، اوقات بدي اقوم ما فيي. نعم. هلا الفرشه عندي مش كويسه، اياها بجيب الرسور ولا العادي؟ يعني بلا رسور. قد ايه وزنك مسيو ميلاد؟ تقريبا ب 83. اوكي، وطولك؟ يعني بال 160. اوكي. شكرا لاتصالك يا ميلاد. شو فينا نقول له ميلاد دكتور؟ بده فرشه شوي قاسي اكيد، يعني لانه راح تريحه بالنوم، بس كمان اذا عنده مشكله بظهره لازم يعالجها، لانه هي بعدين راح تتفاقى، راح تصير مشكله. مهم بالطول انه ما يكون فريش كثير طويل. هلا هن بيجوا ستاندرد، في كمان فريش فرش بيكون اقل طول، ما يكون كثير طويل، يعني لازم يكون يعني المسافه بين اخر القدمين والتخت ما تتجاوز 20 سم. لو كذا طولت صار في عندنا ريسك انه تعمل الانكلينيشن، كل ما قصرت كل ما كانت همتن. ايه، فاذا الشخص اكيد ما راح يطول اكثر من طوله، ياخذ فرشه تكون تناسب طوله، ما تكون كثير طويله. رح ارجع على الفكره اللي حكيتها انا وياك دكتور، نحن وعم ناخذ اتصالات اكيد الرقم عم بيمر قدام اصدقائنا. الفكره اللي حكيتها اول شيء من بدايه الحلقه، شيء اسمه رفاص، كانوا يستعملوه من زمان جدودنا او اهالينا، كان كله حديد. صح. وينحط عليه فرشه، الفرشه معموله ربما من صوف. صح. او من قطن. مش بيقولوا يعني مجمعين القطن وبصير كونسنتري وبحطوه؟ هيدا الشيء صحي؟ لك هيدي لا، لانه الفرشه الصوف منا يعني جالسه فيها فيها نتوءات او فيها يعني منا فلا من فوق، عرفتي كيف؟ بيستعملوا كمان في انه تمبور، في فرشه تمبور اللي تقريبا من الصوف كثير قاسي، هو قاسي والرفاص تحت منه مريح، يعني منه مريح. هلا استبدلوا هيدي، صار يعملوا الفرشه جوات الرفاص الجديد اللي هو يجربوا يحصلوا الرفاص كله ويربطوه بشبكه من فوق حتى يكون كله يعني نفس المستوى. هيدي سابقا كانت منه مريحه اكيد، لانه الرفاص بيطرم، الرفاص ما فيك تقلبيه وتغيريه، بس يطرى بالنص خاصه بالنص. او كانوا يقولوا نومه الخشب او نومه الارض كثير صحيه. اكيد لا، انه كيف الواحد بده ينام على خشب يقوم ثاني يوم يروح على شغله يعني. خاصه كانوا ينصحوا الناس عندها ديسك تنام على خشب على شهر، وهيدي كثير كثير غلط، يعني اخر تغيرت لانه عم بيحط ضغط على عمو على على ظهره وعلى على اعضاء جسمه بشكل مش طبيعي ابدا ابدا. مش مريحه. دكتور امام فرشه مش ظابطه، ان كانت سميكه او منا سميكه، عاليه او مش عاليه، اللي بينأذي اكثر بدنا نحكي من بعد هالاتصال، الرقبه ولا الظهر؟ خلينا ناخذ هالاتصال لو سمحت. الو الو بونجور. بونجور. مين معنا؟ اذا بتريدي مدام حسن.
مدام بدي احكي مع الدكتور. اي بس لو سمحتي بتخفي صوت التي في على الاخر وبتسمعينا من اباري التليفون. اي اوكي يلا تفضلي دكتور. بونجور. ابو دهن معكي. بونجور. بونجور مدام. بونجور يلا فيني احكي مع الدكتور؟ اي تفضلي. اكيد تفضلي. دكتور انا عندي وجع برقبتي تشنج قوي. نعم. يعني اذا بحمل كيلو بتضايق، اذا بعجن بتضايق. نعم. هالشيء عم بيضغط على راسي فوق عيني. نعم. معقولي له علاقه بوجع الرقبه؟ معقولي إله هذا الضغط عيني وجع من رقبتي؟ اوكي مدام نسألك سؤال. المخدة بتنام عليها كيف هي؟ من هيدي الكابيتوني. نطريه يعني؟ ايه. بتنامي على جنبك ولا على ظهرك؟ على جنبي. ولما تنامي تحسي راسك بينزل شوي بالمخدة؟ ايه لا بتضايق كثير بالنومة، يعني بضل قلقاني من رقبتي. نعم. أول شغلة مدام نعملها بدنا نجرب نجيب مخدة تكون أسمك أو أقسى شوي لتعلي مستوى الراس، لتكون الراس والعمود الفقري متساويين. انت عم تنامي عم خدي طريه عم ينزل الراس نزول مثل ما حكينا من شوي، عم تحط ضغط على على على, على, على الكتاف والرقبه. اكثر شيء بتحس فيها الصبح مزبوط بس توع من النوم راحت. من هذا العوارض اللي عم تصير من عم نام عم خدي طريه راس نقاش نزول عضلات 7-8 ساعات بوضعيه غلط. اوكي ومش بس الرقبه، الرقبه وجيبك على سواليك الظهر، اذا الرقبه نزلت الظهر رح يجرب يخفف عنها. في شيء اسمه كومبنسيشن بالعمود الفقري لانه كله متصل ببعضه. اذا الظهر ناشط الرقبه رح تجرب تخفف عنه شوي او بتغيره مني مثل الميزان. ما في انه الرقبه او الظهر لا اثنيناتهم بتاثروا. اذا فرشه بالنص منا مريحه ونيمي على خده مريحه رح تتاثر الرقبه. سو موصولين ببعضهم، ما في انه اذا بغير مخده بصير فرشه مريحه اكثر، لا الفرشه والمخده اثنيناتهم بده يكونوا مريحين. مين بيتأثر أكثر دكتور، الطفل ولا الكبير؟ لا الطفل لأنه وزنه خفيف بيتأثر أكثر. لا بيتقال أقل إيه. لأنه وزنه خفيف ما بيحتاج يعني ما بيعمل السينجينج بالفرش. أي. ما بينزل يعني ما بينزل بالفرش بضل الفرش قادرة تحمله. بالضبط. بس كمان ما تكون كثير قاسية بتأثره على على يعني إذا نام على جنبه بتأثره على الحوض على الكتاف وبفترة النمو. كثير مهم إنه يكون الفرش مريحة طرية شوي للأولاد. كل ما كبرنا بالعمر كل ما بدنا قسينا فرشة. الناس المسنين الكبار بالعمر ما بيسوا يستعملوا فراش كتير قاسي لأن بتحطوا لهم ضغط على على وركهم وعلى كتافهم. بصير بده ما بعطيهم يحملوا ما فيهم يحملوا. بالضبط. بقى كمان لما كل ما كبرنا العمر نرجع شوي نطر الفرشة. دكتور لنعتبر طفل من بداياته لكبر عنده مشكلة أنه بينام على فرشة متضبطة، إن كان بالركاية إن بالمخدة إن كان بالفرشة. صح. من هو عم بينمى عم بينمى وعم يكبر بعد هيدي المشكلة لوين ممكن يوصل؟ وهل هالشي خطير ولا نحن عم نقول خطير هو عادي؟ لا أكيد خطير لأنه بتفضلتي عم بينمى عم بينمى على فرشة غلط، عمين ما العمود الفقري عنده بانبالانس ما في توازن. يعني العمود الفقري عم بينمى غلط؟ العضلات بتصير يشتغلوا غلط. لما بتصير العضلات تشد مال اكثر من مال. اوكي اكيد رح توصلوا مشاكل، يمكن ما يصير عنده تشوخ مثلا كاسكوليوس او كايفوس، بس يمكن على كبر بين عنده مشاكل بالعمود الفقري ديسك، يعني كثير بيجيني مرتع بالعشرينات عندهم ديسك بظهرهم. ايش؟ النمو فتره النمو كثير مهمه، كثير مهمه للطفل يكون فرشته مريحة. هلا البيبي ما بده فرشة كثير لأنه ما بينام عليها فترة طويلة، بيكبر سنة سنتين بغير أو أكثر يعني. والأولاد كثير مهم كمان يكون فرشتهم مريحة مش سفنج القاسي، يعني اليوم فات كذا بيت تشوف عندهم فرش السفنج للأولاد اللي كثير قاسي. نعم. منها مريحة لا، لازم يكون فرشة الولد لأنه هيدي النمو فترة النمو كثير مهمة لعمود الفقري لعضلاته للأربطة تبعه. اي شيء غلط بيصير معه بفتره نمو راح ياخذه معه كل حياته. اتصال دكتور بناخذه سوا. الو الو بونجور. بونجورين كيفك صحة؟ الحمد لله. بقدر احكي مع الحكيم؟ اكيد. مين معنا؟ ساميه. ساميه تفضلي. ساميه بدي اسال الحكيم، انا عندي ديسك برقبتي وبظهري في حطه لانه كثير موجوعه. فيك تحطي طوق رقبتي؟ ايه يعني بينفعني الطاق اذا حطيته؟ نعم. وثاني سؤال، كتافي بيضلوا يطقطقوا، يعني كيف ما حركت كتفي طق 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 طق، هل هذا الشيء منيح ولا لا؟ شكرا لاتصالك وسلامتك. مدام ثانيه، اذا بدي وصلت لمرحله انك استعملي الطاق ما عندك مشكله برقبتي، بدها علاج. اوكي؟ يعني الطاق هو منه علاج.
والوقت زيته استعمال لفترة طويلة بيضاعف العضلات. نعم. يعني مثلا مطحنة بس نشرح الطاقة بلش وجع لأنه تعود أن في شيء يعمل سبورت للرقبة. لما نوصل لمرحلة أنه لازم نلبس طاقة معناتها في مشكلة بدها علاج. لازم تعالجها مش بالدواء أو بالطاقة، لازم بدها علاج جذري. عم بتقول الطقطق الرقبة كيف ما بتتحرك؟ أكيد لما كان عندنا مشكلة بالرقبة، لما يكون عندنا مشكلة بالعمود الفقري تبع الرقبة وعضلات الرقبة وأربطة الرقبة يكون في تشنج عضلي، بيكون في مأثر على الكتاف وعلى الإيدين، يعني هيدي مدام سامية أكيد بتعاني وجع راس، عندنا مشكلة بالذاكرة وتشنجات وتعصيب وإيديا بيتعبوا وحتى الحنك بيوجع، هاو كلهم من الرقبة بدهم علاج، بدهم علاج. ما يعني منا لعبة، منا لعبة، ما نترك حالنا لآخر لحظة ونقول شو بنعمل. دكتور آخر اتصال. ألو بونجور. بونجورين، ممكن احكي مع الدكتور؟ اكيد. مين معنا؟ معك صباح. صباح تفضلي. صباح بونجور دكتور. بونجور مدام صباح. عندي والده يعني عمره 80 سنه، من فتره مش كتير طويله يعني تقريبا شهر وجعه كتفه، عملنا صور كان في ضغط عظم، يعني قال الحكيم معه تكلس. نعم. يعني بدايه تكلس معه بس كتير عم يوجعه، وصف لي ادويه لإله كارتي لايف هيدا على 3 شهور، وصف لي مسكن لإله. نعم. وبانادول، بس عم ياخذ المسكن كثير بس ما عم يسكن له كثير الوجع. اوكي، السؤال بالتحديد شو ممكن اعمل له؟ يعني عملنا الصور قال تكلس بكتفه، عم كثير عم يضل موجوع، عم ياخذ المسكن وعم يضل موجوع. مدام صباح بدك تحكي لي تحت الهواء حتى اقدر اجيبك على السؤال، لا يسالك كم سؤال، لانه ظاهر انه عنده مشكله مش بس بالكتف، بالرقبه بين بده علاج، والعلاج اكيد منه بالدواء، الدواء هو مسكن مش اكثر. اذا بتحب تحكي لي تحت الهواء تكرم عليك شو فيني اجيبك اكثر وساعدك، انا جاهز. اكيد مدام صباح فيك تحكينا تحت الهواء، بتحكي رجي وبيعطوكي رقم دكتور وليد ابو دهن. لهون نوصل الى ختام لقائنا معك يا دكتور، انا بدي اشكرك على كل الايضاحات. بدنا نختم ونقول قصه وجع الرقبه ووجع الظهر مش لعبه. صح. لانه ممكن لا سمح الله اذا ما درينا حالنا ما عاد فينا نمشي. هالقد القصه مش نمشي، بس هو وجع الظهر اي وجع بالجسم هو رساله بخبرك انه عندنا مشكله، صلحيني مش سكتيني. اوكي دواء. شغلتين كثير مهمين سهر، لما نستثمر بصحتنا انا بنصح اول شغله نستثمر بالفرشه، وثاني استثمار بالشوز بالحذاء اللي بنحكي عنه حلقه ثانيه، انه هودي الشغلتين، لانه بنمشي على جرينا 8 10 ساعات بالنهار وبننام على ظهرنا بعد الفرشه 8 10 ساعات بالنهار، سو هودي الشغلتين كثير مهمين نستثمر فيهم، مش نصول بمصاري على الغالي بس بالاختيار الصحيح لنحافظ على صحه جسمنا 100%. أهلا وسهلا فيك دكتور وليد أبو دهن، اختصاصي عمود فقري وأعصاب. إلى المزيد من اللقاءات إن شاء الله. أهلا وسهلا أصدقائنا المشاهدين، نحن منروح لاستراحة ونعود.